رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نكمل قراءة حاشية الإمام إبراهيم البيجوري على شرح الإمام ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمهم الله تعالى ونفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين، في فقه الشافعية. ونحن الآن نتكلم ونكمل بقية القسم الرابع من أنواع المياه. والقسم الرابع من أنواع المياه ينقسم إلى قسمين: ماء قليل أقل من قلتين حلت فيه نجاسة، حكمه أنه متنجس حتى ولو لم يتغير طالما أقل من قلتين، ولكن يستثنى من النجاسات بعض المعفوات، وهذا باب واسع في الفقه، باب المعفوات، أي أن الشيء يكون له حكم النجاسة ولكن يكون له حكم النجاسة شرعا وليس حكما، يعني هو يبقى نجس لكن لا ينبني عليه أحكام النجاسة، يعفى عنه، يسموها المعفوات. فعشان كده وقفنا على ما يستثنى من النجاسات التي حكمها أنها نجاسة ولكن لو حلت في الماء، ولو هذا الماء قليل، لا تؤثر فيه، يظل على طهوريته. أنواع المعفوات، يقول: ويستثنى من هذا القسم الميتة التي لا دم لها سائل عند قتلها أو شق عضو منها كالذباب إن لم تطرح فيه ولم تغيره، كذا النجاسة التي لا يدركها الطرف، فكل منهما لا ينجس المائع. ويستثنى أيضا صور مذكورة في المبسوطات، وأشار للقسم الثاني من القسم الرابع بقوله وهكذا. يبقى هنتكلم في الشرح بعد ذلك في صلب الكتاب من قوله ويستثنى. إنما ذكره الشارح هنا مع أنه سيأتي محله عند قول المصنف ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيح، ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيح، لتقييد كلام المتن، لأنه هيجي باب مخصوص، باب أنواع النجاسات هيجي بعد كده لسه، فهيذكر في أنواع النجاسات المعفوات وهيقول فيها إلا اليسير من الدم والقيح. فعلشان كده كأنه قال هذا إذا كانت النجاسة منجسة بخلاف غير المنجسة كما تقدم التنبيه عليه. المحشي قال إن ده تكرار، المحشي اللي هو الدمميني قال ده تكرار، لأنه كان المفروض إن هو قايل الكلام ده في باب النجاسة، ليه يجيبه هنا؟ ده المحشي اللي هو الدمميني. لكن الشيخ إبراهيم البيجوري بيقول إن هذا المقصود الاستثناء ده تقييد لأنواع النجاسات التي تحل في الماء وليست تؤثر فيه، فده متعلق بأمر الماء مش متعلق بمطلق النجاسات، فما يعتبرش تكرار. ده رأي الشيخ إبراهيم. ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيح، ده بيتكلم في باب النجاسات، يعني مش يقع يسير قيح ودم في الماء، لا، يعني لو بعض الدم القليل على جلد الإنسان بسبب جرح مثلا أو عليه أثر قيح لأنه كان فيه بصرة أو دم فخرج منه قيح، أو عليه ضمادة يعني رباط فوق جرح وهذه الضمادة نشع منها قليل من الدم، كل هذه الأشياء يعفى عنها على المجروح. فده في باب حقيقي في باب المعفوات، حتى القشرة الدم اللي تجف على مكان جرح يبقى يسموها قشرة كده معروفة تلاقي لونها بني، دم مندمل لجرح يندمل، دي نجاسة لكن يعفى عنها، مش مطلوب منك تقعد تتحكى علشان تيجي تصلي، طب ما انت هتتحكى هتحر دم تاني، فهي مع كونها نجاسة إلا أنها يعفى عنها أيضا. وزي الدق برضو اللي بيدقوه ده، الوشم برضو دي نجاسة لأنه بيحجز الدم في طبقة الجلد وعشان كده حرام شرعا، لكن افرض واحد عملوا له وشم وهو طفل صغير ما كانش مكلف، يحرم على وليه اللي عمله، وبعدين لما يكبر
هيعمل ايه؟ ما هي نجاسه لازقه فيه مش عارف يشيلها. في هذه الحاله بيعفى عنها، ان كانت في مكان يصعب ازالتها الا بجرح يترك اثر، فان كان الجرح يسير ولا يترك اثر يبقى يجب عليه ازالته، واخد بالك؟ فلكن افرض كبيره، وشم كبير، هيعمل ايه الراجل؟ خدت بالك؟ وعمله له وهو صغير، اهله عندهم نوع من الجهل ويروح يوشموه، والوشم حرام في الاسلام. يبقى في هذه الحاله هيصلي بها وهي نجاسه تصير معفوه عنه. يبقى هتيجي دي كل الانواع دي هتيجي في باب المعفوات ان شاء الله. من هذا القسم لا يخفى ان هذا القسم هو الماء القليل الذي حلت فيه نجاسه، وكلمه قليل في كتب الشافعيه في الميه يقصدوا اقل من قلتين، يعني اقل من حوالي 200 لتر. الذي حلت فيه نجاسه، وكيف يصح استثناء الميته المذكوره ونحوها منه مع انها من الاعيان النجسه؟ يعني هو كان حقه يقول يستثنى من النجاسات التي تحل في الماء الميتة، النجاسات، مش يستثنى من القسم اللي هو المية. كان حقه ايه؟ يستثنى من النجاسات مش القسم نفسه، لان القسم ده مية. فهمت؟ فاهم كلام الشيخ يعني؟ علشان كده بيعترض، يعني انه كان الاولى كان يقول يستثنى من النجاسة مش من القسم نفسه، ده القسم نفسه ده مية. خدت بالك؟ لا يخفى ان هذا القسم الماء القليل الذي حلت فيه نجاسه، وكيف يصح استثناء الميته المذكوره او الميته المذكوره ونحوها منه من هذا القسم؟ لان الميته حاجه والقسم الثاني ميه، فازاي استثنى انا ميته من ميه؟ خدت بالك؟ ما ينفعش، لازم لما استثني من جنس المستثنى منه. زي الجماعه اللي استدلوا بحديث لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، فحرموا شد الرحال للقبر الشريف. مش فاهمين الاستثناء، لان النبي ينهى هنا عن شد الرحال الى جنس المساجد الا للمساجد دي، ما جابش سيره القبور. فمنين استنتج منها ان يستثنى؟ ان ده هذا دليل على عدم جواز شد الرحال للقبر الشريف. منين استثنى؟ اذا كنت انا بستثني من المساجد مطلقا 3 مساجد، ايه دخل القبور فيها؟ ايه دخل السوق؟ ايه دخل بيتك؟ ايه دخل بلدك؟ طب انت بتشد الرحال لبلدك وتسافر، وبتشد الرحال للتجارة وتسافر، وبتشد الرحال للجهاد وتسافر، وتشد الرحال للطبيب وتتعالج، وتشد الرحال وتزور جدك اللي في الصعيد اللي مدفون بقاله 100 سنة. ما تدخلش في ليه؟ لأن ما دخلش في النهي. الاستثناء هنا استثناء من جنس المساجد، فلازم الاستثناء يبقى من جنس المستثنى. لا تشد الرحال لمسجد إلا إلى 3 مساجد، يبقى هنا مقدر مسجد. فإزاي تجيب لي أنت قبر؟ شفت بقى الخلل اللي عملوه الناس؟ عملوا خلل. تيجي تقول له انا هشد الرحال واروح ازور النبي، يقول لك يا اخي لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد. طب ما انت بتروح تشد الرحال وتزور عمك، مش معنى ما بيقولكش الحديث ده وانت رايح تزور عمك يجيبوا لك وانت رايح تزور النبي. حاجه غريبه، مخ عجيب، ما عندهمش فهم في اللغه، جهل. تعمل لهم ايه؟ نفس الحكايه هنا، الشيخ بيعترض ان لازم الاستثناء يبقى من نفس المستثنى فيه. فانت بتقول ويستثنى من هذا القسم الميت، طب انت بتتكلم على القسم ده ميه، ازاي تستثنى منه ميته؟ فهمت المعنى؟ ادي اعتراض الشيخ، لان دول ناس فاهمه. فهمت القصه؟ لا يخفى ان هذا القسم الماء القليل الذي حلت فيه نجاسه، وكيف يصح استثناء الميته المذكوره ونحوها منه مع انها من الاعيان النجسه مش من المياه. فهمت معنى كلام الشيخ؟ طيب. ولو قال ويستثنى من النجاسة إلى آخره لكان أظهر. يعني يستثنى من النجاسة، نجاسة الميتة التي لا نفس لها، هي كلام السقام. استثنى من وسط نجاسات نجاسة. أنا أما أقول لك مثلا لا تأكل من الفاكهة إلا البرتقال، تقوم تستنتج منها ما تاكلش طعمية؟ تفهم منها كده وأنت راجل عربي فصيح؟ إيه دخل الطعمية؟ أنا أقول لك لا تأكل من الفاكهة إلا البرتقال، تقوم تيجي تاكل طعمية أقول لك إزاي تاكل طعمية؟ مش الشيخ قال لك لا تأكل من الفاكهة إلا البرتقال؟ تقول له أنت الظاهر بقى مش من بلدنا، تبقى أنت مش فاهم بقى. أهو ده نفس الأسلوب اللي استثنوا منه زيارة القبر الشريف من حديث لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. قال لك يبقى ما نزورش القبر، نزور المسجد بس. طب ما هو القبر جابنا سيرته،
هو النبي صلى الله عليه وسلم جاب سيرة القصر، لا تشد الرحال لمسجد إلا إلى 3 مساجد. يبقى الكلام في المساجد مش في القبور. فمنين تستنتج من حديث القبور؟ نفس هذا الاستنتاج المضحك اللي انت بتضحك عليه ذكروه الوهابيه في كتابهم نقلا عن ابن تيميه شيخهم، وعشان كده تقي الدين السبكي اللي هو كان معاصر لابن تيميه نفسه اعترض عليه في استدلاله بعدم شد الرحال الى المسجد الى القبر الشريف بهذا الحديث، قال له هذا يدل على عدم فهمك في اللغه اصلا، والا يبقى المسلمين ما يشدوش الرحال مطلقا لاي حته الا للمساجد دي بس، يعني لا يروح شغله ولا يسافر بلده ولا يجاهد ولا يحارب، يبقى كانه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن انك تشد الرحال الا للمساجد دي بس، وما تعملش اي مشوار ثاني، ما ينفعش تعمل اي مشوار ثاني اي سفر ثاني من، ولم يقل بذلك عاقل فضلا عن مجنون، واخد بالك؟ فازاي بقى يستدل على عدم جواز شد الرحال للقبر الشريف من هذا؟ فهمت القصه؟ لحد دلوقتي بيقولوها في الإذاعة السعودية وفي التلفزيون السعودي في موسم كل حج بعد ما الناس تخلص الحج يقولوا الحديث ده، ويا جماعة يا مسلمين ما تشدوش الرحال لزيارة النبي، الحج خلص خلاص، لو سبت لو ما زرتش المدينة ما يجراش حاجة، ولو لابد تروح المدينة تنوي بشد الرحال للمسجد، لأن شد الرحال إلى القبر منهي عنه لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال. شفت التخاريف؟ شفت التخاريف؟ لاحظت بقى التخاريف اللي بيقولوها؟ علشان كده بيزعلوا مننا لما نقول انهم مخرفين. لا مش كافر. لا هو بيعتبروه انه شرك. ما اعرفش او بيعتبروه حرام، ما اعرفش بيعتبروه ايه. لكن هو بيعتبروه اي حاجه غير مطلوبه شرعا. يعني في ناس متخففين منهم يقول لك مكروه. في ناس متشددين منهم يقول لك شرك. وفي ناس بينهم يقول لك حرام. وفي ناس عاقلين يقول لك مستحب زينا كده. الحمد لله. مستحب شد الرحال، بل اشد القربات هي زياره قبر النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك في هذا، لان النبي حي في قبره. النبي حي في قبره، وما زالت الوفود تفد على النبي من عام الوفود الى ان تقوم الساعه. يروحوا كل بعد كل صلاه يفدوا على النبي يسلموا عليه امته من جميع الجنسيات. الى يومنا هذا الى ان تقوم الساعه. غيرانين ليه من النبي؟ مش عارف. ايه اللي مضايقهم؟ وبيستدلوا بحديث باطل. حديث باطل غريب مالوش علاقه، استدلال باطل، الحديث صحيح لكن استدلالهم اللي باطل. الحديث بيتكلم في جنس المساجد، لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، يعني لا تشد الرحال لمسجد الا ل3 مساجد لخصوصيه هذه المساجد. والامام النووي قيده بالنذر كمان. اي لو نذر انسان ان يشد الرحال الى مسجد معين فلا يقع نذره الا اذا كان ل3 مساجد بس. ادي كلام فهم الامام النووي. قال هذا في النذر فقط. يعني لو نذر ان يشد الرحال الى مسجد سيدنا الحسين نقول له لا تيجي مسجد حراء تبقى وفيت بنذرك. اي مسجد تبقى وفيت، لان مسجد سيدنا الحسين زي مسجد حراء زي كله. كويس؟ لكن لو نذر ان يشد الرحال الى المسجد الاقصى وجب عليه ان يوفي. ونذر ان يشد الرحال لمسجد النبي وجب له ان يوفي. ادي فهم الامام النووي، ان الحديث هنا في النذر، اي اذا نذر ان يشد الرحال لمطلق مسجد بعينه، لمسجد مقيد بعينه غير ال3 مساجد دي، يفي بنذره لو شد الرحال الى اي مسجد. كويس؟ ولكن لا ينعقد الا ل3 مساجد دي. واضح؟ ادي فهم العلماء في الحته. عشان لما تيجي تروح ان شاء الله تفتكرني كده وتدعي لي، لما تسمعهم يقولوا لك اوعى تقول اوعى تسمع كلامه. لان زياره النبي صلى الله عليه وسلم من اشد القربات. طب هقول لك حاجه، في كثير من العلماء احناف وشافعيه وحنابله قالوا ان زياره النبي صلى الله عليه وسلم أرجى ثوابا من حجة التطوع. إيه رأيك بقى؟ ولو عايزين أجيب لهم الكتب. أجيب لهم أقوال كثير من علماء مش في مذهب واحد، في مذاهب شتى. ولو عايز راجعها في كتاب المناسك للإمام النووي بشرح ابن حجر الهيتم هتجدها. وراجعها في كتب المناسك للسيد محمد بن علوي المالكي
تجدها. وراجعها بقى في كتب فروع الفقه المختلف، قالوا كده، قالوا ان حج التطوع وزيارة قبر النبي ايهما اكثر ثوابا؟ قالوا ارجى هي زيارة قبر النبي، لان شفاعة النبي مقبولة قطعا، وحجة التطوع قد تقبل وقد لا تقبل، فيبقى المقطوع بقبوله اولى. ايه رأيك بقى؟ خلاص خلي اللي يتغاظ يتغاظ. كل ده عرفناه منين؟ من كلام الشيخ هنا بيقول لك ويستثنى من هذا القسم. شفت العلماء؟ العلماء، لأن العلماء فاهمين، يستثنى من هذا القسم لازم يبقى قسم منه. هو أنا لما أقول لك ما تصرفش ولا جنيه مصري وأنت معاك جنيهات مصري ودولارات، يبقى هذا ينسحب أنك ما تصرفش دولارات؟ يبقى معناه ما تصرفش ولا جنيه مصري، لكن الدولارات دي خلاص ما دخلتش في النهي. اصرف دولارات، صح ولا لا؟ طب منين بقى لا تشد الرحال الا ثلاث مساجد؟ اقول لا تشد، يعني لا يجوز ان تشد الرحال القبر. منين؟ انت ما دخلتش ابتدائي، ما دخلتش باب الاستثناء ودرسته في سته ابتدائي؟ بس كان يامه ما كانش في سته، كان في خمسه بس، لكن هيرجعوا سته ثاني مخصوص عشان الناس تفهم الحديث ده. فبيقول هنا لكان أظهر، يعني لو كان قال ويستثنى من النجاسة إلى آخره لكان أظهر. وجوابه، جواب الإجابة دي على الحتة دي إيه بقى؟ أنه على تقدير مضاف، والتقدير ويستثنى من نجاسة هذا القسم إيه؟ النجاسة الميتة التي لا نفس لها سائلة. يبقى كأنه بيستثنى من نجاسة هذا القسم الماء الذي حلت فيه نجاسة ميتة لا نفس لها سائلة، على أساس أنها يعني مفهومة، العبارة مفهومة، لكنه اتكل على وضوح المعنى وظهور المراد. كويس. الميتة والميتة يجوز فيها التخفيف ويجوز فيها التثقيل، يعني تقول الميتة والميتة. قراءة أبو جعفر حرمت عليكم الميتة مش الميتة، قراءة أبو جعفر المدني في القرآن وهي قراءة متواترة عن النبي، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وفي قراءة المشهورة بتاعت كل القراء التانيين غير أبو جعفر يقول حرمت عليكم الميتة والدم بالتخفيف مش بتشديد الياء، فده صح وده صح. لكن الشيخ الشعراوي ليه رأي ظريف، لأنه راجل كان خبير في اللغة رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وجزاه الله عنا خير، كان ليه رأي ظريف كده بيقوله، بيقول إن الميتة أو الميت بالتشديد هو ما كان مآله للموت، أما الميت بالتخفيف هو الذي مات فعلا. وعشان كده ربنا قال إنك ميت وإنهم لميتون، يعني ما قالكم للميت للموت. كويس. إنما قال أو من كان ميتا فأحييناه، واخد بالك ازاي؟ اللي هو ميت فعلا، قلبه ميت، فربنا أحياه بالنبي، وعشان كده من أسماء النبي محيي، لأن الله أحيا به القلوب. إذا كان ربنا أحيا بالماء الأرض، فأنت مستعجب إن ربنا يحيي بالنبي القلوب؟ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أدي دليل إن اسمه محيي، وعشان كده اللي اسمه محيي يبشر خير، لأنه على أسماء النبي، سيدنا محيي صلى الله عليه وسلم، سيدنا منجي صلى الله عليه وسلم، سيدنا منجي صلى الله عليه وسلم، من أسمائه الحسنى، من أسماء النبي. ومن أسماء النبي دي كلها مكتوبة، تلاقيها كده مكتوبة من أول ما تدخل من باب السلام على الجدار كده لحد ما تزور القبر الشريف صلى الله عليه وآله وسلم. لكن في كتب الفقه على فكرة ما يقول لك ميتة وميتة بمعنى واحد، في كتب الفقه خدت بالك ازاي؟ يعني ميتة وميتة بمعنى واحد. وعند الحنوتي برضو نفس الحكاية، يجوز فيها التخفيف والتشديد. وقوله التي لا دم لها سائل، يعني ما لهاش دورة دموية بمفهوم علماء الايه؟ الاحياء والبيولوجي والكلام، يعني الكائن الذي ليس له دورة دموية، واخد بالك ازاي؟ فيه ده يسموه لا نفس له سائلة،
النفس يعني الدم، عند علماء الفقه النفس يعني الدم، خدت بالك ازاي؟ لا نفس له سائلة، يعني ملوش دم سائل، يعني حتى لو قطعت له عضو ما يخرج دم، خدت بالك ازاي؟ انت مسكت نملة كده وقطع لها رجل تخر دم؟ يبقى دي لا نفس لها سائل. امسك صرصار كده وشد رجله يخر دم؟ طب امسك خروف وشد رجله اقطعها يخر دم؟ فهمت ازاي؟ يبقى ده لا نفس له سائلة، لكن ده له نفس السائل. امسك السمكة، السمكة واخد بالك، في انواع منها لها نفس السائلة وانواع لا نفس لها سائلة، في انواع كده وانواع كده. الجمبري في السمك لا نفس له سائلة، الجمبري لانه يشبه الحشرات. الجرادة لا نفس لها سائلة، خدت بالك؟ انما الحوت له نفس سائلة، ده بيولد، ده الحوت بيولد، واخد بالك؟ ده بيبقى قد السفينه حجمه، حاجه سبحان اللي بيرزقه، ده بياكل كذا طن في اليوم. ايه ده احنا لو بنصرف على الحيتان كنا زماننا يعني ايه خرب بيتنا. فالحمد لله ان ربنا هو اللي مدبر لها معيشه، بياكل اصنام كل يوم، يفتح بقه كده يعبي سبحانه. وانت بقى الان بقى على بق قد كده ربنا مش هيملاهولك؟ ان الذي شق فمك قادر انه يشبعك يا سيدي، كما اشبعك وانت في بطن امك. فلازم تخلص من هم الخلق وهم الرزق عشان تتولد بقى، والا هتفضل طول عمرك بتعاني. اخلص من هم الرزق وهم الخلق، اذا خلصت من هم الرزق وهم الخلق اتولدت اول ولاده في الطريق الى الله. اول ولاده لابد كده هم الخلق تخلص منهم عشان تبقى راجل غير مرائي وغير مداهن، وهم الرزق عشان تبقى متوكل على الله وراضي وقانع. واجتهد بعد كده، ابذل الجهد في الدنيا، استعن، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعلم، خدت بالك؟ الميتة يجوز فيها التخفيف والتشديد، وقول التي لا دم لها سائل أي شأنها ذلك، ولو فرض أن لها دما يسيل، ولو فرض حتى أن لها دم يسيل، يعني إيه يعني؟ هقول لك حاجة، أنت البقة، عارف البقة شفتها؟ اللي يقولوا عليها أكلانة في لغة أخرى. الأكلان دي عبارة عن حشرة تبقى في الفراش، واخد بالك ازاي؟ تستخبى في الخشب وتطلع على الناس وهي نايمة تقرص. دي لا دم لها سائل، لكن موتها كده تلاقي جواها دم، بس مش بتاعها، مش الدم بتاعها، عشان كده ولو كان لها دم يسيل يبقى برضه لا دم لها سائل، خدت بالك بقى؟ الأملة، يعني عزكم الله الأملة بقى، ما احنا النهارده بقى ايه حصة حشرات. الأملة نفس الحكاية، تيجي تموتها وهي شبعانة كده يطلع منها دم، لكن برضه لا نفس لها سائل، خد بالك؟ علشان كده الشيخ هنا عايز يوضح لك الحتة دي، لأحسن يجي يختلط عليك الأمر، تمسك برغوث تفعصه كده تلاقيه فيه أثر دم، تقول أه، ولا ناموسة تعملها كده تسيب دم، تقول أه دي لأ، دي لها نفس سائل، لأ دي لا نفس لها سائل، خدت بالك؟ بخلاف التي لها دم سائل بحسب الشأن، وإن لم يكن لها دم سائل لصغر حجمها. الضفدعة، الضفدعة دي ليها دورة دموية وليها قلب، لكن موت الضفدعة كده واذبحها ما يخرجش من قلب، من قلته دورة دموية، كمية دم ضئيلة بتجري فيه، خدت بالك؟ فيبقى برضه لها دم سائل حتى ولو ايه ذبحتها وما طلعش منها دم، طالما هي معروف يعني شأنها كده. وإن لم يكن لها دم سائل لصغارها، مثلا كالضفدع والفيران، بعض الفيران تلاقيها صغيرة كده، صغيرة أو فيران كده صغيرة، دي حتى لو موتها ما تلاقيش يطلع منها دم من قلته، ما عندهاش دم. في ناس كده برضه ما عندهاش دم بالرغم من لا دم سائل معنويا يعني، لكن كل المسلمين عندهم دم، اللي ما عندهمش دم هم الكفار بس، كل المسلمين ما شاء الله عندهم دم وحياء وحاجة جميلة، ربنا يقلب بين قلوبهم. وما شك في سيل دمه وعدمه. طب احنا بقى ناس مش عارفين، رحنا وسط افريقيا ولا في الغابات وبصينا لقينا الميه اللي مجمعينها وقع فيها حشره احنا ما نعرفهاش، ما خدناهاش قبل كده وما شفناهاش وما نعرفش دي ليها دم سائله فيعفى عنها، ولا لا ليس لها دم سائل فيعفى، ولا هي لها دم سائل فلا يعفى، ما نعرفش نعمل ايه. هو الشيخ هنا عايز يحط لك في مأزق الاول عشان ايه؟ يخليك تفكر
عشان انت راجل بتفكر انك تجاهد في سبيل الله في يوم من الايام كده ان شاء الله، وهتبقى تخرج في الصحاري وفي البراري وتقعد ايام طويله، وقد يجي الماء اللي انت مجمعه عشان تتوضى منه وتشرب منه يقع فيه حشرات انت ما تعرفش دي جايه منين، ما كانتش في بيئتك قبل كده ولا تعرف. فازاي تتصرف في مثل هذا الموقف وتقول حكم في هذا الماء؟ كل الحاجات دي وان كانت هي شكلها يعني زياده، لكن هي مش زياده، ده هي بتبني فيك ملكه الفقه علشان كيف تتصرف في المواقف المختلفه. فبيقول لك بقى هنا ايه؟ وما شك في سيل دمه وعدمه، يعني انا ما اعرفش، فهل يجوز شق عضو منه او لا؟ هل يجوز ان انا اروح واخد منها نوع من انواع الصحية قبل ما تموت واروح عامل تجربة كده اشق عضوها واشوفها حر دم ولا لا، ولا ماليش دعوة بيها واعتبر ان الماء طاهر لانه لا يزول طهارته الا بيقين؟ يعني اعمل ايه؟ امشي مع اي اتجاه؟ فهمت ازاي؟ ده يحتمل وده يحتمل. يحتمل يقول لك اتاكد دي حشره يا اخي غير محترمه، ما يجراش حاجه، شد دراعها كده ولا ايدها ولا جناحها وشوف هتخر دم ولا لا. خر الدم خلاص يبقى عرفت حكمها، بعد كده ما تتكرر عرفناها، وبعدين تقول للناس بعد كده. ولا لا يجوز لان ده ايلام بغير ضروره، لان ايلام كائن حي بغير ضروره، نمشي مع اي اتجاه. ها؟ ضرورة معرفة حكم الماء اللي أنا عايز أستعمله. فهمت إزاي؟ دي في ناس تقول لك دي ضرورة، في ناس تانية يقول لك لا ما فيش ضرورة. وبعدين أنا لا يزول لا يعني المية لا يزول طهارتها إلا بيقين. وقواعد فقه الشافعي مبني على 5 قواعد، مذهب الشافعي كله مبني على 5 قواعد تحفظهم. عشان تعرف مذهب الشافعي مبني على قواعد 5 ماشية في كل فروع المذهب. من اوله لاخره في جميع الابواب. الامور بمقاصدها اللي هي النيه، والضرر يزال، واليقين لا يزول بالشك، والعدم محكمه، والمشقه تجلب التيسير. 5 قواعد تحفظها كده. خدت بالك ازاي؟ عشان تبقى راجل فقيه شافعي عارف اصول مذهبه. يبقى الامور بمقاصدها او الاعمال بالنيات اللي هي النيه يعني. ثاني حاجه الضرر يزال. لا ضرر ولا ضرار، النبي قايل كده صلى الله عليه وسلم، يبقى الضرر يزال. ثالث حاجة اليقين لا يزول بالشك. واضح؟ رابع حاجة العادة محكمة. العادة محكمة، يعني نحكم العادة والعرف بالذات في النذور والأيمان. تبقى العادة محكمة. واحد قال مراتي طالق لو كلت لحمة. يقوم لو كل سمك لا يقع الطلاق. ليه؟ لان العاده والعرف بنعتبر ان السمك مش لحم، مع ان لغه السمك لحم. فهمت ازاي؟ لكن القاضي هنا يحكم العاده والعرف. فهمت ازاي؟ يبقى يحكم العاده والعرف في النذور والايمان والطلاق والعتاق. العاده محكمه، خدت بالك؟ وبعدين المشقه تجلب التيسير، عشان كده باب المعفوات واسع. من باب المشقة تجلب التيسير، كل ما يصعب الاحتراز منه لا حكم له، كل ما يصعب الاحتراز منه لا حكم له، ليه؟ لأنه داخل تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير. فهمت المسألة بقى؟ فهنا بيقول لك فهل يجوز شق عضو منه أو لا؟ قال بالأول الرملي، الإمام الرملي محمد الرملي اللي هو اسمه شمس الدين الشافعي الصغير، قال ان احنا نشق عضو يجوز. ليه؟ قال لان هنا في ضروره هنا ان انا اعرف حكم الماء استعمله ولا اتيمم. واخد بالك ازاي؟ لان هيبقى قدام البدل هنا التيمم. طب قلنا له هنا اليقين لا يزول بالشك، قال لا ده الكلام ده في الاصل مش في الرخصه. ده احنا هنا في رخصه، ده احنا هنا بنستثني نجاسه كلنا متفقين انها نجسه بس معفو عنها، فده رخصه، ده خلاف الاصل، خلاف العزيمه. يبقى طالما خلاف العزيمه يبقى ما ينفعش اتخفف، يبقى لازم اتيقن. واخد بالك ازاي؟ من حكمه. فهمت ازاي؟ اتيقن من حكمه لان انا في رخصه، الرخصه خلاف العزيمه، اليقين لا يزول بالشك في العزائم، اما في الرخص فلا، والا هيبقى في تخفف.
فهمت ازاي؟ ده كلام الامام الرملي. اقتنعت بوجهة نظره؟ ها؟ وجهة نظره حلوة؟ نيجي بقى لابن حجر الهيتامي. ابن حجر الهيتامي مشي مع مين؟ مع الشيخ اللي هو امام الحرمين. قال لا احنا نمشي مع قاعدة مذهبنا، اليقين لا يزول بالشك. وهي الاصل، المسألة اصلا مبنية على ان المشقة تجلب التيسير. فهي دخل طبع قاعدتين، ان المشقة تجلب التيسير واليقين لا يزول بالشك، والحكاية سهلة بقى. فهمت ازاي؟ ده ايه؟ ده ابن حجر الهيتامي. يبقى ابن حجر الهيتامي قال اذا شكينا يبقى لها حكم ما لا دم له سائل. وما فيش ده اعمل التجربة دي. الامام الرملي قال لا تعمل التجربة. يبقى ده ليه وجهة نظر وده ليه وجهة نظر. خدت بالك ازاي؟ فهمت الحتة دي؟ فهل يجوز شق عضو منه او لا؟ قال بالاول الرملي يعني يجوز شق عضو تبعا للامام الغزالي، مشي ورا الامام الغزالي، ما كل واحد ورا امام. لانه لحاجه. وقال بالثاني اللي هو قال لك ما فيش داعي ان انا اعمل التجربه، ابن حجر تبعا لامام الحرمين، شيخ الامام الغزالي برضه، يعني الامام الغزالي خالف شيخه في المساله دي، ما يضرش. لكن اتخانقوا مع بعض لما اختلفوا؟ لكن بتوع اليومين دول لما يختلفوا يتخانقوا مع بعض. الصحابه اختلفوا في امور وفي فروع كثيره، ما اتخانقوش، يحبوا بعض. فعايزين نرجع كده نختلف ونحب بعض. ما يجراش حاجه. ده الناس حتى العون يقول لك ده المصارين بتتخانق. وبيفضلوا في بطنك برضه، ما فيش حاجه بتطرد بره وتقول لك لا انا مش هقعد جنب النصران الغليظ، اصل هو مضايقني. طول النهار مليان غازات كده وقرفني وريحته وحشه. ما ينفعش، لازم نستحمل بعض. وقال بالثاني ابن حجر تبعا لامام الحرمين لما فيه من التعذيب، وله حكم ما لا يسيل دمه فيما يظهر من كلامهم، عملا بكون الاصل في الماء الطهاره فلا ننجسه بالشك. تبع قاعده اليقين لا يزول بالشك. ويحتمل عدم العفو، ده كلام الرملي بقى، ويحتمل عدم العفو لأن العفو رخصة فلا يصار إلى الرخصة إلا بيقين. شفت كلام الإمام الرملي؟ قال ده أنت بتتكلم في الرخص، والرخص لا نأخذ بها إلا بيقين. أنا لو راجل مسافر وشكيت السفر بتاعي ده سفر تقصر فيه الصلاة أو لا تقصر فيه الصلاة، أتم السفر لأن الرخصة القصر، أتم ورايح ناس، صح ولا لأ؟ طب ما دي زي دي، الرخصة لا يصار إليها إلا بيقين. فهمت إزاي؟ يبقى دي رخصة، يبقى أنا لازم أتيقن، أنا محقق بالرخصة. فهمت المسألة؟ إيه رأيك برضو؟ كلام الإمام الرملي حلو برضو تبعا للغزالي، وكلام ابن حجر الهيتامي حلو برضو. للجماعة اللي يقول لك عايزين مذهب واحد رأي واحد، إحنا ناخد بالدليل على طول. أنت مين؟ تعالى يا ابني اقرأ يا بتاع. أنت لو قرأ لك آية قرآن وما ردتوش فيها 10 مرات ما يبقاش أنا. هو ما يعرفش يقرا القران وعايز ياخد بالدليل على طول، حاجه غريبه. وهو بياكل همبرجر، حاجه يعني تستعجب. اللي بياكل همبرجر ده هيحفظ حاجه مليان توابل ومليان بتاعه ويعمل له غازات وينام طول الليل. ابيت سهران الدجى وتبيت نوما وترجو بعد ذلك لحقي. العلماء كانوا يبيتوا سهرانين الدجى يسهروا يذاكروا، وانت نايم طول الليل علشان مالي بطنك واكل، عايز تلحقه بقى وتسبقه وتبقى زيه وتقولهم رجال ونحن رجال. طب دول سهروا ليل نهار، قعدوا يذاكروا ويعملوا وينقحوا مع حسن النوايا، واخد بالك، والاخلاص، وربنا فتح عليهم. عايز تقولهم رجال ونحن رجال وانت عملت زيهم؟ الامام ابو حنيفه قعد 40 سنه يصلي الفجر بوضوء العشاء. طب انت قعدت سنه واحده، شهر واحد، عايز انت تبقى زي الامام ابو حنيفه تقول هم رجال ونحن رجال؟ الحقيقه هم رجال ونحن عيال. ايوه عيال على فهمهم، عاله يعني عليهم. وجزاهم الله خير ان هم بذلوا هذا الجهد فرفعوا عنا الحرج، والا كنا احنا هنلاقي قدامنا ادله متلاطمه، واخد بالك، ومش عارفين ناخد منها الحكم. لكن هم ريحونا جزاهم الله خير. تيجي تقرا تقول لك الشافعي قال كذا، يا سلام جزاك الله خير، ده انا كنت هبقى في بحر متلاطم مش عارف امشي ازاي، فجاء دلني، فجزاهم الله خير على ما فعلوا وقدموا.
الميتة التي الميتة التي لا دم لها سائل عند قتلها، ظرف لقوله سائل وقوله أو شق عضو منها أي في حياتها، والعضو بضم العين وكسرها عضو وعضو، وهو واحد الأعضاء كما قاله في المختار. المختار ده لأبي بكر الرازي، أبي بكر الرازي ده عالم فقيه حنفي، عمل حاجة اسمها مختار الصحاح، سمعت عنه؟ معجم اسمه مختار الصحاح، ده مات سنة 666 هجرية، ثلاث ستات، بيروح العتبة ولا بيروح فين ده؟ ثلاث ستات، هو مات ثلاث ستات 666 هجرية، اللي هو صاحب مختار الصحاح ده، غير الإمام الرازي اللي هو بتاع المحصول، واخد بالك ازاي في أصول الفقه، ده واحد تاني، ده وده، ده عصر وده عصر، خدت بالك؟ الثاني فخر الرازي، غير ده. مختار الصحاح يعني المختار من الصحاح، يبقى في كتاب اسمه الصحاح اصلا. الصحاح ده للجوهري، خدت بالك؟ الصحاح ده للامام الجوهري، ده معجم كبير قوي للامام الجوهري في اللغه، لما لقوه كبير قوي جاء الامام الرازي جزاه الله خير اختار منه الكلمات اللي هي يكثر تداولها واستعمالها، علشان اما تيجي تبحث توصل ليها بسرعه بدل ما تلاقي نفسك في بحث. كما قاله في المختار، شفت بقى مين المختار بقى اللي قاله؟ اللي هو الامام الرازي. والاصولي ده هو كتاب، صاحب كتاب مفاتيح الغيب في التفسير، دي كتاب مفاتيح الغيب في التفسير اللي هو فخر الرازي، دي كتاب المحصول في الاصول مشهور، ولخصوه بعد كده في كتب كثيرة، وليه كتاب مفاتيح الغيب، كتاب مجلدات كذا مجلد في تفسير القرآن الكريم، وقايل فيه كلام جميل. كالذباب، هيديك أمثلة بقى إيه للحشرات التي لا نفس لها سائل، اللي هي لما تقع في المية بنفسها ما يضرش طالما ما غيرتهاش إذا كانت مية قليلة. كالذباب، المراد به المعروف أو ما يشمل النحل والنمل والقمل والبق، ومثله نحو الخنفس والعقرب والسحالي والبراغيث والوزغ بالتحريك، والكبير منه يسمى سام أبرص يعني برص، خدت بالك؟ والسحلية برضه نفس الحكاية. والذباب مركب من ذب آب، ذب آب يعني كل ما تذبه كده يرجع ذب آب، ذب آب يبقى ذباب، واخد بالك؟ أي طرد رجع، لأنه كلما طرد رجع، ولا يعيش أكثر من 40 يوما. الدبانة أكثر عمر ليه 40 يوم. شوف دي بتستفيد أهو في كتب الفقه علم أحياء، أدي إحنا درسنا طول عمرنا أحياء لما طلع رحنا لحد ما خلصنا الدكتوراه، أنا أول مرة أعرف إن الدبان يعيش 40 يوم من الإمام البيزوري. ما كنتش عارفها والله قبل كده. لكن هو بيقول جزاه الله خير. يعني ما كانوش متفرعين، هو يحب يدي لك حتى الطرائف في وسط الكتاب كده، الطرائف علشان ما تملش العلم، تبقى بتحب العلم، تبقى قاعد بتنتقل في بساتين كده، لغه وشعر واحياء وطبيعه وتبرك وذكر الصالحين وذكر اخبارهم، تقوم تلاقي نفسك قاعد كده مش عايز تسيب الكتاب، فهمت ازاي؟ ادي حلاوه كتابهم بتاع زمان. بيقول لك ولا يعيش أكثر من 40 يوما وكله في النار، يعني الدبان ده هيبقى كله في النار، لتعذيب أهلها لا لتعذيبه، عشان يعذب أهلها مش عشان هو اللي يتعذب، يعني هو من ضمن الجنود اللي ربنا هيعذب بيهم الناس في النار، ربنا ينجينا. وكان لا يقع على جسده صلى الله عليه وسلم، يعني النبي كان ما يعفش عليه الدبان ولا يأمل ولا يقرصه برغوت، واخد بالك زي كل الانبياء كده، ونبينا طبعا من الاكابر، هو اكبر الاكابر صلى الله عليه وسلم، فما كانش يعف عليه ذباب، واخد بالك ازاي، ولا يقمل يعني يحصل له امن، ولا يجري في ثيابه براغيث. ورد احاديث ان هو كان يفلي ثوبه، في حديث كده في الترمذي في الشمائل، وكان يفلي ثوبه، فمعنى يفلي في اللغه انه يعني ينقي منه الايه؟ الامل يعني، لكن مش بالمعنى ده،
يفلي هنا بمعنى إزالة الوسخ الملتصق بالثوب، الوسخ مش الحشرة، زي ساعات الواحد لما يمشي كده يقوم يجي ايه اثر رملة او طينة تقوم تلزق في الثوب، يقوم النبي كان لما يقعد يفلي ثوبه، يعني يشيل الحاجات دي من الثوب صلى الله عليه وسلم. ادي معنى يفلي ثوب. لازم تفهم معاني الحاجات بما يليق بمقامه، انما لما يقول انت تفلي ثوبك نقول اه ده بيشيل الامن، ما يجراش حاجه. انت وانا والناس دي العاديين، انما النبي صلى الله عليه وسلم مقام عالي، لازم تفهم لكل مقام مقام. وكان لا يقع على جسده صلى الله عليه وسلم ولا على ثيابه، وهو يعني الذباب اجهل الخلق، لانه يلقي نفسه على ما فيه هلاكه، يلقي نفسه. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث جميل بيبين مثل عقله بعقل الناس، الناس كلها بعقل الانسان بالنسبه للذبابه. شوف الذبابه بقى، انت عقلك ايه بقى بالنسبه للذبابه؟ فرق ايه؟ شاسع. ده انت ايه ده؟ ده ما فيش مقارنه. احنا الذباب بنقول عليه اجهل الخلق، الذباب يدخل معاه الناموس والهاموس، خدت بالك ازاي؟ لان الناموسه نفس الحكايه، تولع نار تلاقي الناموسه تروح داخله فيها تموت، صح ولا لا؟ ترمي نفسها في الهلكه. حتى لو ولعت كده، كان زمان عندنا كلوب في البلد، اهو لا، وكان واضح قوي الحكايه دي في لما تحط الايه، تولع البتاع الكلوب في البلد ولا بتاع، وايام الناموس والهاموش، تصحى الصبح قرب الفجر تلاقي كميات رهيبه ميته حوالين الايه النار دي، يعني بترمي نفسها فيها. ليه؟ لان هي بجهلها فاكره ان ده شباك مفتوح ووراه نور، فعايزه تدخل من النور ده للنهار بقى، فتروح داخله فيها تتحرق داخله، وما يتعلموش من بعض. يبقى في اجهل من كده بقى؟ ما يتعلموش من بعض، يعني المفروض لو اتنين تلاته اتحرقوا الباقي بقى خلاص يختشي ويمشي، لكن شوف بقى جهله، شوف جهله. ما انا بقول لك يعني شوف المثال. فالنبي بيقول ايه في الحديث الصحيح؟ مثلي ومثلكم كمثل رجل اوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يدبهن عنها وانا اخذ بحجزكم وانتم تقحمون فيه، وفي روايه تفلتون من يدي. شفت انت بقى عقل النبي بالنسبه لعقلك انت وعقل الناس كلها، عشان تعرف بس ان لا يعلم قدره الا ربه صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم اعقل الخلق على الاطلاق واعلم الخلق على الاطلاق. قال في الحديث الذي رواه الامام الترمذي في تفسير سوره صاد اللي هو فيما يختصم الملأ الاعلى، واخد بالك ازاي؟ قال رايت ربي في المنام في احسن صوره فسألني فيما يختصم الملأ الأعلى فقلت الله أعلم، فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها في نحري فتجلى لي كل شيء وعرف. فقلت في الكفارات، عرف خلاص، عرف كل حاجة بقى، وكل ده للعموم. فلم يدركه منا سابق اجتهاد الأعمال ولا لاحق أدركه فيض النوال، فرياض الملكوت بزهر جمالي الساري في عالم الوجود منقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره المتلالية في عالم الشهود المتدفقة، ولا شيء إلا وهو به منور في كل عروج وهبوط، إذ لولا الواسطة في وصول الإمداد وحصول السعاد لذهب كما قيل الموصول، بدليل إنما نقسم والله يعصي، ولو أنهم إن ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. خدت بالك؟ صلى الله عليه وسلم. وعلى شكل أجهل الخلق. يبقى انت بالنسبه للنبي اجهل الخلق. يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله عليم حكيم. مش كده برضه؟ ان الله سميع عليم، ان الله سميع عليم، سميع بكلامكم لو قدمتم وعليم بما في قلوبكم. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني ما تقولش انا من رايي كذا وانا شايف كذا، زي الجماعه اللي بيستضيفوهم في التلفزيون، حكم الشرع كذا، يقول بس انا شايف كذا. انت ايه؟ ده انت ناموس، ده انت دبانه بالنسبه لعقل النبي
بالنسبة للشرع الشريف انت ولا حاجة، ازاي تقدم عقلك على كلام النبي؟ ما دي الحقيقة، القرآن بيقول كده اهو: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لأنه لمصلحتنا. تصور أنت ابنك الواد اللي لسه ما دخلش المدرسة عايز يعدي الشارع لوحده، تقوم تقول له يا ولد استنى أما آخد إيدك، يقول لك لا أصل أنا فاهم كل حاجة يا بابا، ما تخاف ما تخاف، ويروح جاري من إيدك يعدي، تروح العربية تفصل ودنه لانه مش عارف. اهو ده اللي بيحصل. سيدنا محمد بيقول كذا يا الناس، سيدنا ربنا بيقول كذا في القران، بيقول اصل انا شايف شايفي اهو ده زي العيل اللي بيجري لحد ما العربيه فصلته موت نفسه. وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون. لان بالظبط زي الذبابه. الحديث واضح جميل. يجي يقول النبي بقى بشر كسائر البشر، سائر البشر كالناموس في عقل النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم كالإنسان الكامل. مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيه وهو يذبهن عنه وأنا آخذ بحجزكم عن النار، نار الشهوة ونار الهوى ونار المعصية ونار الغفلة. فاكر انك انت هتاخد حظك بهذا، والنبي صلى الله عليه وسلم شايف انك انت مش هتاخد حظك الا اذا قاومتها، وانت مصمم انك انت تاخد، لا هي دي لازم دي. والنبي صلى الله عليه وسلم شايف زي ابنك عايز يجري يعدي وانت شايف العربيه هتدوسه، تقوم تضطر تضربه وانت كلك شفقه عليه. وعشان كده الشرع الشريف لما بيضربك ويقيم عليك الحد، بيقيم عليك الحد كضرب الوالد لولده بالرحمة، علشان انت مش مدرك خطورة الموقف. وانتم تفلتون من يد، شفت بقى الحتة، كل ده من الذباب، تعلمناه من الذباب. الذباب ده مش حاجة قليلة. طيب اسم الذباب ايه؟ ابو حمزة. العرب بتكني كل حاجة، لأن كلمة ذباب بقت قبيحة عند العرب من كتر استعمالها في الحشرة الدمات ايه دي، فالعرب بقى يحب يكني كل حاجة. زي مثلا ما يقولش يقول لك مثلا الخرائة، يقول لك الغائط. الغائط هو المكان المطمئن، مش معناه الخرائة، معناه المكان المطمئن. فبدل ما يقول لك خرائة وحاجة كده ريحتها وحشة وتقرف منها وبتاع، يقوم ايه يختار لك معنى تاني، يوم يسميها. انت لما بتيجي يا عربي لما تروح تقضي حاجتك وتتبرد بتعمل ايه؟ بتروح لمكان مطمئن من الارض، تقوم ايه تقضي حاجتك فيه علشان لما يجي حاجه ما تترطش عليه، صح؟ فسماها باسم المحل، سمى الحال اللي فيه باسم المحل، اسمها مجاز، لعلاقه ايه؟ لعلاقه المحليه، مجاز. فالعرب بتستعمل المجاز كتير عشان كده، عشان يحسن لغته، يخلي لغته جميلة مش ريحتها وحشة وقرف. خدت بالك ازاي؟ حتى انت ساعات تقول ايه؟ انا هروح دورة المياه، صح ولا لا؟ والناس فاهمة بقى، كل الناس فاهمة. وساعات يقول بيت الراحة والناس خلاص فاهمة، واخد بقى؟ مش ده اللي بيحصل. لكن مش شرط يعني تقول انا هتعمل ايه يعني، لان العرب كده ما يحبوش يقولوا الكلام الا الكلام الحلو. فلما بقى الذباب كلمة قبيحة راحوا أطلقوا عليها كنية فسموه أبو حمزة. يقول إيه أبو حمزة؟ واسم البروس أبو عدي، واسم القملة أم عقبة. أم عقبة ها؟ أبو عدي. آه صحيح، لأن ناسيين. واسم القملة أم عقبة. لا حط أم، حط أم دي. وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم سمع رجلا يسب برغوثا فقال لا تسبه فإنه أيقظ نبيا لصلاة الفجر. أيقظ نبيا لصلاة الفجر، منين تفهم أنه أيقظ نبي وبقول لك ده ما بيقرص نبي؟ تفهمها إزاي؟ خليك فقيه. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم في معركة من المعارك
تعبوا قوي فناموا. وقال سيدنا بلال ايقظنا، فهمت ازاي؟ فنبينا نام بقى، ايه راح في النوم كله متبرغت ونبينا نايم بقى مستقر اموره. سيدنا بلال جاي نام، البراغيث قومته، فراح مقوم النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى البرغوث اللي ايقظ من ايقظ النبي، ايقظ من ايقظ النبي، فهمت المساله؟ وهو يتولد اولا من التراب لا سيما في الاماكن المظلمه. ده البرغوث. هيكلمنا شويه على البرغوث بقى، بعد ما كلمنا شويه على الامن كلمنا شويه على البرغوث. وله انياب يعض بها وخرطوم يمص به. والقمل، القمل غير القمل اللي في القران. فارسلنا عليهم الضفادع والجراد فارسلنا عليهم القمل والضفادع والدم، مش كده برضه؟ الجراد والقمل والضفادع والدم، صح كده؟ ارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. خمس، القمل غير الامل بقى، ده الامل بالتخفيف غير القمل. القمل ده مفرد قمله، والقمله دي نوع من الحشرات زي الخنافس، ياكل النواره بتاعت النبات، ياكل نواره النباتات، تقوم النبات ما يثمرش. خدت بالك ازاي؟ ده اسمه القمل. كان ربنا سبحانه وتعالى حرم فرعون وقومه من الثمرات كلها، حتى اللي ينفد من القمل يجي الجراد ياكل، واللي ينفد من كله يجي الطوفان يغرقه، واللي ينفد من ده كله وياخده في بيته ويحطه في الطبق يلاقي الطبق بقى دم، جوعهم يعني. خدت بالك ازاي؟ فالقمل غير القمل بقى، ده حاجه وده حاجه. والقمل يتولد من العرق والوسخ، وهو من الحيوان الذي اناثه اكبر من ذكوره. ستاته كبار كده ضخمين وذكوره كده صغيرين، زي البلهارسيا برضه. واخد بالك؟ البلهارسيا اللي هي نفس الحكايه. ومن طبعه انه يكون طبع الامل، يعني ان في الاحمر احمر وفي الاسود اسود وفي الابيض ابيض، يعني بياخد لون بشرة وشعر البني ادم اللي يبقى الامل فيه. يعني الامل اللي في الانجليزي تلاقيه احمر لان شعره احمر، والامل اللي في الفرنساوي تلاقيه اصفر عشان شعره اصفر، والامل اللي في العربي تلاقيه اسود عشان شعره اسود. والشعر الاسود احلى ولا الاحمر احلى ولا الاصفر احلى؟ ها؟ لا، بغض النظر عن الامل، تشوف شعر النبي الاول لونه ايه؟ يبقى هو ده الاحلى، يبقى ده الاجابه، لان النبي اجمل الخلق على الاطلاق. فهمت ازاي؟ فاول ما حد يسالك الجمال يبقى ايه في لون الشعر؟ تشوف لون شعر النبي. طب الجمال في لون العين؟ تشوف لون عين النبي. طب الجمال في لون البشره؟ تشوف بشره النبي، لان هو النبي مقياس الجمال. وعلشان كده العلماء استفادوا من وصف النبي الجثماني في باب البيوع، في باب البيوع في الرد بالعين. يقول لك ايه؟ النبي شعره كان ايه؟ لم يكن صبطا ولم يكن جعدا، يعني لا كان شعره ناعم كده حته واحده زي الصينيين، ولا هو جعد يعني ايه مكتكت كده، واخد بالك ازاي؟ بل كان جعدا رجلا، يعني مموج، ناعم مموج. كويس؟ فبيقول لك في باب البيوع ايه بقى؟ اصل الناس تفتكر ان لما تقرا الاحاديث دي بتاعت وصف النبي مش هينبني عليها عمل، ده هينبني عليها اعمال. هينبني عليها الشوق للنبي صلى الله عليه وسلم وزياده معرفته ومحبته، وده يعني ما تقوليش بعد كده مكسب. وبعد كده ينبني عليها ايضا في ابواب الفقه حاجه مهمه، كان زمان في حاجه اسمها رقيق بيشتروه من السوق. فبيقول لك لو اشترى اما واشترط على التاجر ان تكون صفطة فلما ذهب الى البيت وجدها جعدة ليس له ان يردها بالعين، لان الجعود اعلى من الصبوطة، حيث ان شعر النبي كان جعدة. شفت؟ لانه اداله بضاعة احلى، يبقى اداله بضاعة احلى. لكن لو اشترط ان تكون جعدة فوجدها صفطة يردها بالعين،
فهمت؟ يبقى استفادوا، هتيجي الحاجات دي في ابواب المعاملات ان شاء الله بعد عمر طويل. بنقرا كل مره الله اعلم، لكن احنا بنقعد مع بعض قاعده كده في الله، مش هدفنا نخلص حاجه معينه، احنا هدفنا بس ايه؟ نحب النبي، لان احنا يمكن مش هنخش الجنه الا بمحبتنا للنبي، ومحبتنا للنبي ارجع عندنا من اعمالنا، لان اعمالنا معلوله وضعيفه وكل حاجه، لكن المرء يحشر مع من احب. اسود، اسود فاحم صلى الله عليه وسلم، ولم يشيب صلى الله عليه وسلم الى ان مات، عدوا الشعرات الشيبه فيه لقوها 16، وقالوا 17، وقالوا 13، وقالوا 11. واخد بالك؟ يعني عاش ومات صلى الله عليه وسلم ولم يشيب، واللي شيبه القران مش السنين، لان السنين كانت تمر على النبي ولا تؤثر فيه صلى الله عليه وسلم، هو كانه هو كده صلى الله عليه وسلم. اذا كان ما اثرتش فيه سرعه الاسراء والمعراج، هتاثر فيه السنين؟ ده راح ورجع والفراش بتاعه لسه دافئ، ده لو مشي بسرعه الضوء كان زمانه ما رجعش لحد دلوقتي. ايوه القران يعني شيبتني هود واخواته من الغاشيه ومنها الكويرت، الشمس كويرت. ان لم تطرح فيه، بشرط بقى ان الميته التي لا دم لها سائل ان لم تطرح في الماء، يعني وقعت بنفسها لا تضر، طالما وقعت بنفسها. لكن انا رحت لامم الزبان وموتته بالبيروسول، ورحت مجمعه كده وكنسه في الجاروف، ورحت كبيته انا في الميه، تضر بقى، لان احنا قلنا لا تضر لصعوبه الاحتراز، هتقع لوحدها، انا مالي، الهوا وقعها، هي وقعت لوحدها خلاص، لكن انا اوقعها بنفسي بقى يبقى تضر. خدت بالك ازاي؟ يبقى ان لم تطرح فيه، اي بان وقعت بنفسها او كانت ناشئه فيه، نشات فيه كدود الخل والجبن، انت عارف الجبنه تلاقيها مدوده، ما يجراش حاجه طول عمر الناس بتاكل الجبنه مدوده، ما يجراش حاجه، لان الدود لا دم له سائل. واخد بالك؟ ونبت طلع في وسط الجبنه كده، محدش طرحه فيه. خدت بالك؟ يبقى معفو عنه. يبقى نجاسه والناس تاكلها واكل النجس حرام. قال لك ما هو من المعفوات. ما يجراش حاجه. لكن افرض واحد بقى جمع الدود في ركن كده في الطبق وبيغمسه، نقول له لا كده حرام. كده حرام بقى. لان دي نجاسه. خدت بالك؟ انما طول ما قاعد بيتنطط في وسط الجبنه كده وقاعد بيغمس وخلاص، ما يجراش حاجه، ما تدقش. لان لقى واحده على دقنه وراح ماخدها كده وبعدين دخلها بقنه، لا اللي على دقنك ده ارميه، انما اللي دخل مع اللقمه معلش. كل ده لصعوبه الاحتراز، خدت بالك؟ لصعوبه الاحتراز تيسيرا على الناس. او كانت ناشئه فيه كدود الخل والجبن والكلام في الميته، فالميته ومثلها الحيه اذا ماتت فيه. نفس الحكايه، افرض وقعت الحشره دي حيه وماتت فيه، برضه نفس حكمها طالما وقعت بنفسها. فإن طرحت ميتة، افرض أنا لميته زي ما قلت لك المثال كده ميت، ولم تحيا قبل وصولها إليه نجسته. يعني أنا مسكت دبانة كده مدروخة فافتكرتها ميت، ورحت راميها في المية، راحت طارت شوية وراحت وقع في المية تاني، ما تضرش لأنها وقعت لوحدها. صح ولا لأ؟ بالرغم إن أنا ماسكها فاكرها ميتة، خدت بالك؟ لكن العبرة طالما حيت في النص، في نص المسافة، يبقى بقى ليها اختيار. طالما ليها اختيار يبقى وقعت بنفسها. واضح الكلام؟ فإن طرحت ميتة ولم تحيا قبل وصولها إليه نجسته، وإن لم تغيره، ولو كان الطارح لها غير مميز، حتى ولو كان طفل هو اللي بيطرح برضه يضر. أو بهيمة، أو حتى بهيمة. يعني أنت موقف بهيمة، يعني اعزكم الله، واقفه كده جنب ايه؟ جنب الميه، والبهيمه دي عليها حشرات كتيره، فقامت عملت كده، عارف لما بتيجي تهز نفسها كده تقوم ايه؟ تنطر كل الزباله اللي عليها، وقعت، يبقى اللي طرحتها البهيمه تضر. ليه؟ لان انت مقصر، انت ليه تحط البهيمه تربطها جنب الميه اللي انت هتتوضى فيها؟
خدت بالك ازاي؟ يبقى اذا وقع حتى ببهيمه يبقى تؤثر. ايوه، يبقى ماشيين كده ان المشقه تجلب التيسير، لكن طالما هنا ما فيش مشقه، ان انا كنت ايه اشيل البهيمه بعيد او اشيل الميه بعيد، ما فيش مشقه. سهل. او بهيمه على الراجح، على الراجح يشعرك ان الشافعيه عندهم هنا وجهين في مساله البهيمه وغير المميز، لان في وجه مرجوح قال لك ان غير المميز والبهيمه ليست مكلفه، فان طرحت لا حكم ليها لان دول غير مكلفين، بس ده مرجوح في المذهب. مرجوح في المذهب ليه؟ لسهوله الاحتراز، انك انت تقدر تمنع الطفل عن وصول الماء، وتقدر تمنع البهيمه عن الوقوف بجوار الماء اللي انت بتعده للايه؟ للاستعمال في العباده. نعم، لا يضر طرحها بالريح فقط، ما يضرش طالما الريح الهواء اللي وقع. فان طرحت حيه ولو ماتت قبل وصولها اليه، او ميته فاحييت قبل وصولها اليه، لم تضر في الحالتين. يعني انا مسكت دبانه صاحيه ورميتها في الميه كده وهي كانت صاحيه، ما تضرش. لان هي تقدر تروح محوده بقى كده تبعد، صح ولا لا؟ يبقى ما تضرش طالما طرحتها حيه. خدت بالك ازاي؟ طيب اذا طرحتها ميته فحيت برضه ما تضرش، او ميته فاحييت قبل وصولها اليه لم تضر في الحالتين على الراجح برضه، لان في المرجوح نظر للالقاء نفسه. قال لك انت كده بتتلاعب، ليه ترميها اصلا ميته ولا حيه يا اخي؟ فهمت ازاي؟ ده المرجوح. لكن الراجح نظر لاختيارها طالما حيه. فهمت؟ ولو ماتت في الثانيه قبل وصولها اليه فتكون طرحت ميته ووصلت ميته، لكن احييت بينهما فلا تضر ايضا. يعني انا مسكتها ميته رميتها، حيت، وبعد ما حيت ماتت، وبعدين وقعت، لا يضر برضه، لان بقى ليها اختيار في النص. خدت بالك؟ دي الحاله الثالثه. ايوه. طب اخلص بس الحته دي عشان مرتبطه ببعضها. على المعتمد، لكن احييت بينهما فلا تضر ايضا على المعتمد، خلافا لما قاله الشبرمليسي. الشبرمليسي قال لا، طالما هي ميته، انت رميتها ميته ووصلت ميته، مالكش دعوه باللي في النص. انت راميها ميته ووصلت ميته، مالكش دعوه باللي في النص. ده الشبرمليسي. لكن المعتمد خلاف ما قاله الشبرمليسي. خدت بالك؟ لان حياتها صيرت لا اختيارا في الجمله، ولو وجدت في الماء وشك في انها وقعت بنفسها او طرحت فيه فهل يعفى عنها او لا؟ هنيجي للمسألة بقى الثانية. انا دخلت لقيتها في المية وانا مش عارف هي وقعت لوحدها ولا حد وقعها، واخد بالك ازاي؟ لان هم كانوا بينشوا الدبان في الحتة دي بالمنش، فانا مش عارف هل هي بقى ايه، هم وقعت بنفسها ولا وقعت بالمنشة ولا ايه بالظبط. خدت بالك؟ انا شاكك. هتبقى نفس المسألة اللي فاتت اللي هي بتاعت اللي شاكين، هل هي مبنية على ان اليقين لا يزول بالشك فيبقى اعتبرها انها وقعت بنفسها وتبقى معفو عنها، ولا مبنية على ان الرخصة لا يصار اليها الا بيقين فاعتبرها انها وقع اوقعها واقع فتضر. يبقى على كلام الرملي تضر، وعلى كلام ابن حجر الهيثمي لا تضر. خدت بالك؟ فاهم المسألة؟ والذي اجاب به الرملي في الفتاوى، اجاب به الرملي يعني ايه في الفتاوى؟ طالما اجاب يبقى في الفتاوى بتاع الامام الرملي. الامام الرملي ليه كتاب قيم اسمه الفتاوى للرملي، مطبوع مع فتاوى ابن حجر الهيثمي في 4 مجلدات، مطبوع بيباع في السوق، واخد بالك ازاي؟ في كتاب اسمه الفتاوى الكبرى لابن حجر الهيثمي، مطبوع 4 مجلدات، في معاه مطبوع معاه فتاوى ايه؟ الرملي، واخد بالك؟ يبقى اجاب عدم العفو، اجاب به الرملي، والذي اجاب به الرملي عدم العفو لانه رخصه
فلا يصار إليها إلا بيقين. وبعضهم أجاب بالعفو عملا بالأصل المتقدم اللي هو ابن حجر الإيه اللي هيتر. ولم تغيره، فإن غيرته ولو يسيرا تنجس ولا يطهر بزوال تغيره ما دام قليلا. فإن غيرته بقى يبقى شرط إنها لا تضر هذه الميتة إنها ما تغيرش المية، خدت بالك إزاي؟ لكن لو غيرته تضر، فهمت؟ لأنه ماء قليل، ماء قليل، خدت بالك إزاي؟ ولا يطهر بزوال تغيره ما دام قليلا. افرض ان انا زودت الميه اللي وقع فيها الذباب ده وغيرته، رحت مزودها انا ميه من عندي لحد ما زال التغير، لكن ما زالت اقل من قلتين يبقى تضر برضه. لكن فضلت انا ازوده لحد ما عدى عن القلتين يبقى زال الضرر، استعمله بقى، خدت بالك؟ وعشان كده من ضمن الوسائل استفاده بالماء بالمكاثره، المكاثره انك انت تكثره. وكذا النجاسة، أي فهي مستثناة أيضا ولو كانت من مغلظ التي لا يدركها الطرف. يبقى النوع الثاني من النجاسة المعفو عنها، يبقى أول نوع من المعفوات الميتة، ميتة ما لا نفس لها سائلة، والنوع الثاني نجاسة ما لا يدركه الطرف، يعني عينك ما تشوفوش، زي الرذاذ المتطير من البول والحاجات دي أنت عينك ما تشوفهاش، زي دبانة وقفت على بول أو براز، واخد بالك؟ أكيد علق فيها نجاس، وبعدين بعد كده راح توقع في المية الدبانة بنفسها، يعفى عنه لأن ده لا يدركه الطرف، وأنت تقدر تشوفه لا يدركه الطرف يعني العين. هنقراه إن شاء الله المرة الجاية، عشان إحنا كده طولنا عليكم النهاردة، نقف عليها إن شاء الله النوع التاني. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هتقول لنا حاجة؟ اخونا هيقول لنا قصيده، يوسف ابو المجد هيقول لنا قصيده كده قصيره وتدعي لنا بعدها. طب يلا القصيده بعنوان اشواق المصطفى عذرا سيدي. صفي الله تاقت للسلام، اياد سمتها الصفح الجميل، تنادي ربها ليلا وتأوي إلى الفروشات والمرقى يسيل، لرؤيا الروح روح العالمين، لتلتمس البشائر يا خليل، تقوم الليل والدنيا ظلام، ليأتي الصبح أو فيأتي الصبح والفجر الأصيل. في بعض الحاجات كده بتبقى حاجات نضوية شعرية يعني في مصر. ليأتي الصبح والفجر الأصيل، فعذرا يا حبيبي لبكوني إلى الدنيا وزيتونا يميل، تركنا خلفنا جمعا كراما تساموا للعلا والحق جيل، وجيل اليوم لن يتخاذلوهم وسوف ينافسوهم يا سليل، فيروا أرضهم زرعا وماء وهذا نبعهم دمهم ونيل، عرفنا بالجهاد طريق عز سنعليك عليهم ذا صهيل، ورب الكون سوف يتم نورا ووعد الصدق لا يخلف جليل، فيا أصل المنارات اللآلي دع القبر الشريف ويا نزيل، تقدم عندنا وانظر جنودا تعاهد بعضهم عهدا يكيل، ودف في الأرض حيا لكي يهاب لبودة سيد في الأرض ميل، وقم فينا فإنا لا نبالي بإيذاء وأخصانا يسيل، فإن لم تفعل سوف نزور روضك لنشرب عندها نرجع نخيل، نطوف البيت ثم نطوف دنيا لنشر الدين والنبراس نيل، وصل على قلوب قد تعاني فإن صلاتك السكن الأصيل. صلى الله عليه وسلم. في نشيد، في نشيد صغير كده بس. والله من فينا، والله من فينا، فلسطين بلدنا وجوا عينينا، راح تبدا بقلبي زي الزوالي مهما ظلمونا او عملوا فينا، والله من فينا، والله من فينا، فلسطين بلدنا وجوا عينينا،
راح تهدى بقلبي زي الزواج مهما ظلمونا أو عملوا فينا. يا طير الطائر ودي سلامي سلامي بحسرة بعدي وأيامي. خبر أبويا إني وعمامي مهما طولنا الغيبة رجعينا. والله ما نسينا والله ما نسينا فلسطين بلدنا وجوا عينينا. راح تبقى بقلبي زي الزواج مهما ظلمونا أو عملوا فينا. يم الحانوني يم الحانوني لا تبكي لا 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 يا عيوني. عاهدنا الله عهده منحوني ما ترجع إلا بحد السكينة. والله ما نسينا والله ما نسينا فلسطين بلدنا وجوا عينينا. راح تبقى بقلبي زي الزواج مهما ظلمونا أو عملوا فينا. غايات الناصر يما بتلاوح تنده علي يا مسعد راوح. غايات الناصر يما بتلاوح تنده علي يا مسعد راوح. محلى الشهادة والمسكين فاوح زغرودا يمك فرحة حزينة. والله ما نسينا والله ما نسينا فلسطين بلدنا وجوا عينينا. راح تبقى بقلبي زي الزواج مهما ظلمونا أو عملوا فينا. مهما ظلمونا أو عملوا فينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعاد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون ورفع عن ذكرك الغافلون. جزاكم الله خيرا.